أهلا لحضراتكم مرة تانية. الحقيقة ضفتي في هذه الفقرة أنا بالنسبة لي حاجة غريبة، يعني أول مرة أستضيف طفلة في عمر بنتي، ولكن أنا بستضيفها لحاجة مختلفة تماما. ضفتي في هذه الفقرة نور إبراهيم، أولى إعدادي، مش كده؟ إزيك يا نور؟ الحمد لله. وأنت والدة نور الأستاذة دعاء شحاتة. نعم. أهلا بك نور. نعم. أنت من إيه؟ نقيزة. من نقيزة؟ مركز فاقوس تاني. انت بتسوقي توك توك؟ اه. بتسوقي توك توك ازاي؟ اتعلمتيه امتى؟ وانا في خمسة ابتدائي. وانت في خمسة ابتدائي؟ اه. انت عارفة ان ده ضد القانون طبعا؟ طبعا. طب بتسوقي ليه؟ ما ظروفنا بقى كده. يعني ايه؟ ايه ظروفكم؟ انا بابايا عنده كان من حوالي 4 5 سنين عمل حادثة، سيخ حديد في بطنه من خلال مصارينه، وعنده ضيق تنفس يعني في أي وقت جاء يحط جهاز تنفس، وعنده كان شغال أصلا بتاع دوكو سيارات، بس مش عاد قادر من الريحة عشان عنده الرئة بايظة. وأنا كنت حابة أصلا أتعلم سواقة التوك توك، ولما اتعلمته بابايا بقى تعب وتعلمته، بس اهلي ويعني جيراننا وكده لما تعلمته بقى بياخدوني مشاوير، انا بكون امنه يعني. فلما بياخدوني مثلا لو همشي بعيد وهيرجعوا معايا بدني معاهم، مش هيرجعوا معايا ومشوار بعيد ماما بتروح معايا. ماما بتروح معاك؟ اه. ماما انت ما بتعرفيش تسوقي التوك توك مش كده؟ لا انا سوقتي مره بجوزي. سوقتي مره بجوزي. اه. طيب وانت اخواتك، انت عندك كم ابن؟ انا معايا 5 عيال. 5؟ اه. مين قولي لي عندهم كم سنه؟ اكبرهم دنيا 18 سنه، هيله 16 سنه، نور اولى اعدادي، محمد 4 ابتدائي، احمد 2 ابتدائي. طيب وليه ما حدش من الكبار بيسوق التوك توك؟ ليه مين في الكبار عيالي يسوق التوك توك؟ عشان دنيا كبيره، وبعدين احنا من 5 يعني، احنا نور من 5، ما حدش عامل يعني، احنا مش كنا حابين ان احنا نطلع على القنوات كده، عشان احنا بنحب بلدنا وبنحب نفسينا، ونفسينا عفوفه الحمد لله. الحمد لله. فقبل كده واحد صورنا فوصلنا لحد رقمه ومسحه وصورنا واحنا جينا انا ونور من السوق، فقلنا له مش يعني، قال انا ما حابه اشوفها لعيالي. اتفاجئنا احنا ما معناش نت، اتفاجئنا ان هو منزلنا على النت. فالمهم بحثنا ولما جبنا رقمه وشالنا دوت، انا بعمل مع جوزي كان واقف من 3 شهور، فروحنا انا ونور وستها وماشيين، في حد بقى ايه يعني غفل نور كده وصورنا، لان انا ما كنتش في التوك توك، نور في التوك توك. وبعدين احنا مع جيراننا والناس عارفيننا، ويعني الحمد لله احنا مش ما بتخافيش وانت سايق التوك توك يا نور؟ لا طبعا. لا طبعا انت جامده قوي كده يعني. خالص اتعودت عليه؟ اتعودت عليه طبعا. بتكسبي قد ايه في اليوم؟ يعني مثلا عملنا ب 50 نحط ب 20 بنزين، وال 30 تبقى ليا، وكل 10 ايام اغير زيت كده. كل 10 ايام بتغيري زيت؟ اه. انت في اولى اعدادي؟ اه. وعارفه يعني ايه تغيري زيت في التوك توك؟ وعارفه يعني بتاع الزيت اللي بغير. بتاع الزيت يعني بتروحي له وتقولي له غير زيت؟ كل 10 ايام بتغيري زيت في التوك توك؟ اه. وكل اللي بتعمليه 30 جنيه في اليوم؟ اه. 30 اقل اكتر حسب يعني الشغل. بتديهم لماما؟ اه. وانت ما بتاخديش حاجه لنفسك؟ لا باخد يعني مصاريفي، لو نفسي في حاجه بجيبها. بتجيبيها؟ اه. ونفسك في ايه؟ بتشتغلي ليه؟ عشان تساعدي بس؟ انت طبعا انت خايفه على بناتك الكبار طبعا. عشان عيب ان البنت الكبيره بناتي كبروا، وديت ديت هويه الحاجه. لما ابوها تعب وتعلمت السواقه وقالت له يا بابا علمني، فهي هويتها وتعلمتها، انما بنات الكبار مش مقصرين. تمام. وانت ما بتخافيش وانت سايقه؟ بتسوقي بالليل ولا بس الصبحيات؟ لا يعني اخري بعد العشاء في مشوار يعني قريب اروحه، يعني قول اخري 9. اخرك 9؟ اه. لو مشوار قريب ومع حد انت عارفاه؟ اه مع جيراننا. جيرانكم بس هم اللي بيستخدموها؟ احنا لا في نفس المنطقه بتاعتنا يعني، احنا منطقتنا يعني كل الناس حتى عارفيننا، وفي منطقتنا راح مشوار بعيد اباها قدر بيروح بيتوكل على الله، مش قدر والناس هترجع معاها يبقى نور معاهم في الامان، نور مش هترجع معاها برجع معاها انا. انت بتأجري التوك توك ولا ده بتاعكم؟ لا ده بتاعنا. بتاعكم؟ اه. وده كان بتاع ابوك يعني ولا ايه؟ لا احنا عملنا كارد من رجال الاعمال، وما بقى تعب احنا جبناه. تمام.
احسن ما نقف نبيع مناديل على حته، احسن ما نمد ايدينا لحد. تمام. عملتي قرض وجبتي التوك توك، وكان مين اللي بيسوق في الاول؟ ابوها. ابوها وما تعب، وبعد كده لما تعب انت اللي بتسوقيه دلوقتي. وهي كانت بتاخد ابوها تودي المستشفى. لا، انت في المدرسه بتروحي المدرسه؟ لا ما بروحش، بروح الدروس. بتروحي دروس بس؟ اه. انما ما بتروحيش مدرسه؟ لا. ليه؟ عادي. يعني ايه عادي؟ يعني وقت المدرسه، يعني وقت المدرسه برضك باخده في صفي، وكمان في كورونا والبلاء اللي ربنا ابتلى بينا. نفسك في ايه؟ انا نفسي صب بيتنا. صب؟ لا يعني تمام. هي مش تمام، سيبيها سيبيها هتتكلم. ها، قولي نفسك تشوفي مين الاول؟ نفسي اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي واسلم عليه. طيب ماشي، وايه تاني؟ ونفسي بيتنا يتصب. يتصب؟ او نفسي في وظيفه لماما وبابا. وظيفه لماما وبابا. طيب بصي، خليني اشوف حكايه البيت. انت يتصب يعني انت عايشين في بيت ازاي؟ يعني ايه ايه مشكلتك في البيت؟ مالوش سقف؟ مالوش ليه سقف بس معرش، والميه بتنزل علينا في الشتاء. والميه بتنزل عليكم في الشتاء؟ اه. والبيت كام اوضه؟ هما اوضتين وصاله وحمام صغير ومطبخ صغير. اوضتين وصاله وحمام صغير آه. ومطبخ صغير. معي على الهاتف دكتور ممدوح وراب، محافظ الشرقيه. مساء الخير سياده المحافظ. مساء النور يا استاذ محمد، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام. ربنا يبارك فيك. انا معايا نور ابراهيم من اسم فاقوس تاني، ووالدتها دعاء شحاته. ونور في اولى اعدادي بس بتضطر انها تشتغل على توك توك علشان تصرف على الاسره وتساعد الاسره، لان والدها حالته الصحيه تعبانه. تقدر تعمل لهم ايه يا سياده المحافظ؟ عمل لنا الصراحه. هو زي ما حضرتك عارف، احنا لما عرفنا من على السوشيال ميديا امبارح، فانا بعت الناس من عندنا راحوا قابلوا والد والوالده وقابلوا البنوته. وبعدين طبعا اول حاجه عملناها انا طلعت ترخيص كشك ليهم، وعملنا كشك احنا كمان، وان شاء الله هيتملي بالبضاعه بمبلغ كويس بحيث ان هم يقدروا يشتغلوا بيه. واحنا بس كان كل يهمنا ان البنوته الصغيره. سياده المحافظ؟ سياده المحافظ؟ طيب، واضح ان الصوت قطع. بعد اذنكم لو سمحتوا نحاول نعيد الاتصال بسياده المحافظ. جولكم بالامس فعلا، جالكم امبارح وعمل لكم كشك. متشكرين لسياده المحافظ ورئيس مجلس المدينه والاستاذ عباده والاستاذ اشرف، وعملوا لها كشك النهارده قفلوه، بكره ولسه هيشطبوه. تمام، هيشطبوا لك الكشك. نور. نعم. لو عملوا الكشك ماما تقدر تقف فيه واي حد يقف فيه، تقدري ترجعي المدرسه ولا لا؟ اقدر طبعا. هترجعي ولا مش هترجعي؟ هرجع. ولا هترجعي تسوق التوك توك؟ ومن ده على ده. من ده على ده؟ لا استني بقى معايا ثانيه واحده. معانا سياده المحافظ مره اخرى دكتور ممدوح غراب. يا فندم، حضرتك كنت بتقولي ان انتوا عملتوا لهم كشك وانكم هتجيبوا لهم بضاعه في الكشك. بالظبط يا استاذ محمد، بالظبط. وكان المنزل برضو زي ما هي قالت حضرتك، ومنزل 60 متر، هم عايزين يعملوا له سقف، فان شاء الله يا فندم هنساعدهم نعمل له سقف. وانا كلفت النهارده وكيل وزاره التضامن هيبعت المجموعه بتاعته ونشوف ممكن ايه اللي ممكن يتعمل، اذا كان ممكن يتصرف حاجه عاجله، اذا كان ممكن معاش، كل الكلام ده كله فحصه طبقا للقانون. وبعدين في عندنا جمعيات المجتمع المدني ممكن يقوموا بعمليه صب سقف او تسقيفه بالخشب ضد عشان فتره الامطار. فان شاء الله يا فندم الموضوع ده هنشتغل عليه على طول اليومين الجايين دول. انا بشكرك على 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 ده، خاصه وان احنا داخلين على فصل الشتاء والامطار شديده في الفتره القادمه في محافظه الشرقيه. طب دكتور ممدوح، هي النهارده نور بتسوق توك توك وهي طفله عندها أيوة. انت عندك كام سنه؟ 12 سنه؟ 13 سنه. 13 سنه. أيوة. وده امر غير قانوني اساسا. طبعا هو التوك توك نفسه مش قانوني يا استاذ. لا هو ربنا يبارك فيك يا سياده المحافظ. يعني التوك توك عندكم مش متقنن؟ مش مت في المحافظه؟ مش متقنن. طيب تمام، اذا احنا بنوفر لها وسيله اخرى للمعيشه علشان ما تضطرش تسوق التوك توك ده، او ان هي تستخدمه علشان تعودي مره ثانيه للدراسه. يا بنتي اهو سياده المحافظ اهو، وعايزين نشوفك في الدراسه، عايز اشوفك بتنجحي صح ان شاء الله. ايه رايك؟ ان شاء
الله. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ان شاء الله. خدي بالك عشان التوك توك ده ممكن بقى خلاص يعني ما كده مش انت بقى. سياده المحافظ دكتور محمد اتفضل. واحنا عملنا كشف فاعتقد هيبقى ده اسلم حاجه للبنات الصغيرين واولادهم يعني بتهيألي دي اسلم حاجه. دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. يا نور دلوقتي انت سياده المحافظ بيقول لك ان اساسا التوك توك مش قانوني صح؟ انت سايقه من غير نمر. اه. ومن غير رخصه. مش كده؟ يعني سنك 13 سنه وسايقه من غير نمر. انت عارفه طبعا ان انت ممكن البوليس لو وقفك او حاجه هياخد منك التوك توك ده مش كده ولا ايه؟ اه. صح؟ طيب احنا عارفين ان انت كان عندك ظروف وعارفين حاجه ان انتوا كان عندكم ظروف. دلوقتي المحافظه هتساعدكم. سقف البيت هيتصب، هيبقى عندك مصدر للرزق، هيبقى عندك بضاعة في الكشك، هيتعمل لك الكشك، كله تمام. ممكن بقى تشجعي معانا ان نور ترجع مدرستها تاني؟ يا سعادة الباشا انا مش ركوب نور التوك توك، انت ذات نفسك انت صعبان عليك، انت مش حاسس ان احنا اللي جوانا احنا مش من الساهل. وبعدين انتوا سيادة المحافظ مشكورا ونشكره على دماغنا من فوق. دلوقتي اباها لو عايز جلسه تنفس الساعه 2 بالليل. الولدين الصغيرين باخدوا تنفس. بياخدوا تنفس. جهاز تنفس واسطوانه. ليه عندهم ايه؟ عندهم حساسيه على صدرهم. لا مؤاخذه بعد احترامي ليك انا ما بحميش في الشتاء. بغسل نص العيل واغسل دماغه ويغير. عشان ما تقدريش تحميه صدره عشان ما اقدرش ما انا بقطع النفس ادي دلوقتي كان الاول بقطع النفس ما كانش فيه البلاء اللي احنا فيه. دلوقتي لو قطع النفس يعني بزرقه. انت عندك حالات صحيه في بيزرقوا عيالي بتزرق ايه بيه بيزرقوا عشان بيزرقوا ضيق النفس بتاعهم ضيق النفس ما تقلقيش احنا دي هنكلم وزاره الصحه ونحاول ان احنا فورا نكشف عليهم ونتابعهم واحنا الكشك هم على راسنا من فوق رئيس طبعا. مجلس المدينه رئيس مجلس المرور كل الناس دي داعمينا وحلوين والحمد لله احنا مش كان نفسنا ان احنا مثلا احنا كنا الحمد لله اللي كان ربنا بيبعته ال 30 ال 50 ال 20 كنا راضيين بيهم والحمد لله. لا دلوقتي احنا هنقف معاكم والناس اول كلها. مره يا استاذ محمد حد يعني عمل فينا ان هو صورنا كده. معلش بص انا عايز اقول لك حاجه اللي بنتك عملته ده حاجه انسانيه لازم الناس كلها تعرف لازم الناس كلها تقف مع بعضها لازم الناس تقف في ظهرك وفي ظهر بنتك وفي ظهر الناس تقف يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك الناس تقف في ظهري لو انت شفت بنتي ومشيت ورايا لعندي بيتي مش يعني ما عملتليش اللي انت عملته النت انكتب عليه حاجات حلوه وحاجات وحشه النت دايما بيتكتب عليه حاجات وحشه يعني النت ما يكون بنات حلوين كده واحد يكتب على النت بضحك وهزار ان تلاقيه هو قاعد في البيت بيشرب بانجو طيب بانجو ده هو اللي يعرفه معلش طيب بصي انا عايز اقول لك حاجه في ناس كتير جدا هتعلق وفي ناس كتير جدا هتعمل مشاكل وفي ناس كتير جدا هتطلع بتعليقات محدش عارف ظروفك لا محدش عشان كده جبناكي علشان احنا بنسمح لك في الحياه من يوم النهارده ان انت تقدمي هذه الظروف يعني انا عايز اقول لك انا كنت بتكلم معاكي على نور ما كنتش اعرف ان ولادك الاثنين كمان عيانين زي ابوهم فانت عندك ثلاثه مرضى في البيت وكلهم بياخدوا اجهزه تنفس فانت الحاله يجب ان المجتمع كله يقف في ظهرها وانا يا بنتي بشكرك انت بنت جميله جدا وبشكرك ان انت شكر وتقدير لحضرتك يا بيه اللي انت استقبلتني يا ربنا يخليكي وانت برافو عليك يا نور بس انا عايزك تكملي مذاكرتك وعايزك ان انت تبطلي سواقه التوك توك خاصه انا البيع عندي هاله ومعايا بره يعني جابت مجموع في ثالثه اعدادي جميل ونفسها تخش ثانويه عامه هتوقف. انا ما قدرتش دخلتها صنايع اجيب لها منين؟ إيه؟ تجيب لها منين ايه؟ دروس يعني وكده؟ دروس هاله من اربع سنين عملت حادثه على الاسفلت السريع عندها بتر في سبع رجلها اليمين. طيب ان شاء الله كله هيتصلح وان شاء الله كله هيكون خير وباذن الله ان احنا هنحاول ان احنا نعالجهم اساسا ولادك ونبص في هذا الموضوع نور ترجعي تاني مدرسه تبطلي تسوقي بالليل ولو سمحتي علشان ده خطر جدا يا بنتي وخدي بالك من اخواتك وخليكي ساعدي ماما والوقت الكشك بيكون موجود بشكركم على وجودك معانا وميرسي ان انت جيتي قعدتي معانا النهارده ربنا يبارك لك وشكرا ليك يا استاذه ربنا يبارك لك يا بيه احنا اللي اتشرفنا وربنا يخليهم لك وربنا يقدرك على انك انت تراعيهم هي كان امنيتها ان هي تطلع كده ولما انتشرت على النت
عشان تطلع تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عن نفسي معايا توكيل من الرئيس من محكمه هيه ان انا كنت بجري ورا في الانتخابات. كلنا كل كده بشكركم على وجودكم معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. قصه من قصص كتير جدا موجوده في كل حته في مصر، قصه انسانيه، قصه اسره كانتش عايزه حاجه وتصورت من غير ما تحس ومن غير ما تعرف، انما لها احتياجات كثيره، واحنا كلنا مطالبين ان احنا نقف في ظهرهم ونقف معاهم. نشوفكم بكره الحياه اليوم.